الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واتبع نهجه وهداه. في هذه اللحظات كل جزائري محب لوطنه، كل جزائري غيور على هذه الأرض الطيبة التي سقيت بدماء الشهداء، أكرمنا الله عز وجل وإياكم وإياهم في هذه اللحظة بتكريم هؤلاء الشهداء. طيلت 74 سنة بعيدين عن قوله صلى الله عليه وسلم إكرام الميت دفنه. في هذه اللحظة في الجزائر العاصمة يدفن هؤلاء الشهداء، يعودون أحرارا مكرمين أعزة رغم جلاديهم، فالمجد والخلود للشهداء. عرفنا في هذه اللحظة معنى جديد لكلمة المجد والخلود للشهداء. رحم الله الشهداء، رحم الله الشهداء، رحم الله الشهداء. أسأل الله عز وجل في هذه اللحظة المباركة التي فيها اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام الموتى، ونحن نكرم هؤلاء الشهداء الذين يدفنون الساعة ويكرمون بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد وأن يوفق قادتنا وولاة أمورنا لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بكتابه وهديه عليه الصلاة والسلام. الدعاء أيضا أن يرفع الله عز وجل عنا الوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. الدعاء أيضا للجيش الأبيض الصفوف الأولى الذين يضحون بأنفسهم من أجل القضاء على هذا الوباء، اللهم احفظهم بما حفظت به الحكيم. ندعو أيضا للشهداء الذين قضوا، الذين انتقلوا إلى الله عز وجل بسبب هذا الوباء، اللهم اجعلهم في عداد الشهداء يا رب العالمين، وارزق أهليهم الصبر الجميل. الفاتحة ترحم على أرواح الشهداء.